الطفيليات الخيطية. هذه السمكة عندي مع الأسف انصابت بالطفيليات الخيطية. ينتقل هذا المرض للأسماك أما من الغذاء، نوبات الغذاء المربي اللي ينطيه للأسماك يحتوي على بيوض إحدى الحشرات، أو عن طريق الماء اللي يضيفه المربي للأسماك، أو يكون الماء أصلا حشرة بيضت به مسبقا. بعد ما تفقس بيوض الحشرات راح تصير عوالق تقدر تسبح بالماء وتلتصق بجسم السمكة، تلتصق بجسم السمكة وتبدي تمتص دمها، الآن السمكة تضعف وتموت بالنهاية. نحتاج العلاج السمكة شغلتين، ملقط ومحلول الميثيلين بلو. هذا المحلول يساعد خلايا التالف بالسمكة على التجديد، بالإضافة أنه هذا المحلول يساعد على زيادة كمية الأكسجين بداخل جسم السمكة. هسه راح أطلع السمكة بيدي، بس شوية التعامل ويا السمك الصغار صعب لأنه تكون رقيقة، وخصة إذا كان عمرها صغير نوبات ما تتحمل أنه أضغط عليها، فإن شاء الله راح أشوفكم شلون أعالجها. أنا أحضر سطح أملس غير نافذ للمي. ليش غير نافذ للمي؟ عم من أخلي سمكة داير مدايرها يبقى أكو مي تقدر تتنفس منه وما تتعب، لأن هاي العملية نوبات تطول 5 دقائق يلا نقدر نسحب هذني العوالق الموجودة على جسمها. راح أبدي بالملقط أسحب هاي العوالق والزمها، تكون هاي العوالق شفافة فنوبات من الصعب أنه نشوفها، فبكل حذر نبدي نسحبها على مدلن أذي السمكة. ولا تخافون على السمكة مالتكم خارج المي، لأنه السمكة تقدر تتحمل يعني حوالي 3 دقائق 4 خارج المي، وإذا كان أكو مي دار مدايرها فاطمئنوا تقدر تخلوها 9 دقائق. أنا هذا الفيديو طول عندي 9 دقائق يلا قدرت أسحب منها 2 من هاي العوالق. هذه 9 دقائق حاولت أنه أختصرها للنص وأظهر لكم أهم شيء اللي أنا سويته بعلاج هاي السمكة. هسا شلت السمكة بيدي لأن أريد أسيطر على السمكة، السمكة كلش صغيرة والعالق الثاني اللي بيها هم صغير كلش، فأكون كلش حذر لأنه إذا أسحبها بقوة نوبات هاي العوالق خطية تنجرح بطنها، وأني ما أريد يعني أجرحها، فأبدي أسحبها بكل حذر. هسا بديت أقلق على السمكة لأنه وقت خروجها خارج المي طول وهي عمرها صغير فأخاف بعد ما تتحمل، راح أبدي أخلي شوية مي لها يعني شوية ترتاح، وراها راح أرجع أستأنف عملية سحب هذه العوالق. هسا راح أرجع شوية أضيف مي على مود السمكة شوية هم ترتاح. هذا العالق ما طلع عندي، من ضغطت عليه انقطع وبقى نصه جوا، هو أصلا مات من أني ضغطت عليه، بس على مود ليه يسوي لها التهابات فلازم أشيله نسحبه كله، يعني ما نترك جزء من العالق يكون داخل جسم السمكة. بعد ما سحبت هاي العوالق راح أخلي قطرة واحدة من محلول الميثيلين بلو. بعد ما أخلي هاي القطرة مال الميثيلين بلو راح أنتظر 3 ثواني بس على مود أضمن أنه الميثيلين بلو دخل بداخل السمكة، وراها راح أغسله من السمكة. بعد ما غسلت السمكة من الميثيلين بلو هسه راح أقدر أرجعها للحوض. وهاي هي السمكة بعد ما رجعتها للحوض لتلعب ويا أخوانها. هذا الفيديو مخصص لكل أنواع الأسماك، تقدرون تعالجون أي نوع من الأسماك تصاب بهذا المرض بهاي الطريقة. يلا عيوني مع السلامة.